60th year of existence, we are pretty much a global player, but with very much old mentality of being very local. And we are extremely happy to be here in Morocco. شكراً كثير لكل من جيتوا وإحنا مبسوطين كثير طبعاً بهالنهار اليوم نهار سعيد لأننا بالبروجي أول نهار بالبروجي انفستيسمون بالريزو بالمغرب. المغرب طبعاً بلد شقيق لإلنا، حيكون إن شاء الله لإلنا لمدى البعيد حنكون موجودين هون وبدنا نشوف نيو أوبورتيونيتيز لنقدر نكبر ونكبر الوجود تبعنا إن شاء الله بالمغرب. وإحنا طبعاً مبسوطين كثير من فريق العمل اللي معنا هون من اللوكال بارتنرز، وكثير طبعاً مقدرين وعندنا ثقة بالكومبيتنس تبعهم حتى نقدر نوصل إن شاء الله للأهداف اللي إحنا حاطينها لمدى البعيد بالمغرب. شركة بيبي إنرجي هي شركة متعددة الجنسية اللي قررت أنها تفتح الفرع ديالها في المغرب. هاد الشركة عندها موجودة في خمسة القارات ديال العالم. قررت أنها إن شاء الله تفتح الفرع ديالها في المغرب من أجل إحداث محطات توزيع ديال البنزين. وكما تعلمون كاين لوبليغاسيون ديال 30 محطة. قمنا باللولو الاول اللي هو 10 المحطات اللي بدينا افتتحنا اول محطه اليوم، المحطه ديالنا اس بي ازمور، وان شاء الله بدينا التوزيع ديالنا. وعندنا في القريب العاجل ان شاء الله واحد الاستثمار ديال 200 مليون ديال الدرهم عباره عن 20 محطه توزيع في بين السنه ديال سنة 2023 و 2024 إن شاء الله بإذن الله. إحنا موجودين في جميع أنحاء المملكة. عندنا في جهة الدار البيضاء عندنا تقريبا واحد الخمسة المحطات. عندنا في نواحي أكادير تارودانت عندنا محطتين. عندنا محطة في وجدة. إذا إحنا شركة مستعدين تنستثمر في جميع أنحاء المغرب.